صيانة الأمن القومي العربي لا شك كان أهم ما صدر عن هذه القمة. والقرار وهو أمام حضراتكم بيتحدث عن خطوات محددة عند إنشاء المبدأ، يعني اعتمد المبدأ إنشاء قوة عسكرية، وده حاجة هامة جدا. هو في واقع الأمر أنا سمحت أكثر من شخص ذكر هذا التعبير وسوف أكرره، أنه كان حلم، أنه ميلاد جديد لجامعة الدول العربية. اليمن كانت محل اهتمام بالغ وتداول بين القادة، ولكن أظهرت هذه المداولات وجود قدر عالي من التوافق فيما بينهم حول أهمية دعم الشرعية في اليمن، العمل على استعادة الاستقرار في اليمن. عدد من الدول قرروا دعم الشرعية واتخاذ رد فعل جماعي، وهي ما نراه الآن. يعني عاصفة الحزم دي هي رد فعل جماعي لإعادة الشرعية، وهذا أمر هام جدا. هناك تدخلات من بعض الجيران عندنا، أنا حذكر على وقت التحديد إسرائيل من جهة، تركيا بتتحق من جهة، ويعني تدخلات ضخمة من إيران في مناطق مختلفة.